آية حلوة قوي بتبين برضو حاجة لازم نفهمها. شوف ربنا بيقول ايه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. الله الله، ده مش جنة بس بقى، ده مش جنة ونار بس، لا ده في الدنيا بقى في حاجة تانية. ما شوفوا بيقول ايه، اسمع ثاني: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء بذلك فين محياهم ومماتهم. إذن حياة المؤمن تختلف عن حياة الكافر، وموت المؤمن يختلف عن موت الكافر، فما بالك بالآخر. قد إيه حياة المؤمن تختلف عن حياة المجترح للسيئات، اجترحوا السيئات، اكتسبوا السيئات الكثير. طب إيه الفرق؟ إيه الفرق؟ أجيبه منين؟ ربنا في القرآن يفسروا بعضه بعض، مش من بعض. يعني الواحد ممكن يقرأ القرآن بس درس حاجة بره ويفهم كل حاجة منه فيه، يعني هو ربنا اللي هو الفهم العام، يعني مش التفاصيل الدقيقة اللي لازم نرجع فيها للعلماء والمفسرين وكده. سواء محياهم ومماتهم، طب ايه نجيبها منين؟ اسمع شوف، اسمع خد بالك، ارجع لورا بقى شوية كده معايا كده، لما تطير 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 لحد ما توصل للنحل، يعني ما توصل للنحل تلاقي ايه؟ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. شفت بقى، شفت بقى، شفت الواحد. فالتقوى والايمان مش تودي الجنة بس، لا لا والله، تديك السعادة في الدنيا قبل ما تديك السعادة في الاخرة. لا فلنحيينهم حياة طيبة ولا نجزينهم بالاخرة بقى. ثم لما تيجي دي بقى تفهم: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ساء ما يحكمون. سبحان التأكيد الوراء والوعد: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فمن هنا بنقول طالما انت على الطريق المستقيم، طالما انت على تقوى الله تبارك وتعالى، اوعى تقلق، اوعى تقلق، لان الحياة في الدنيا لازم هتكون على ما يرضيك. لازم تعرف لو حصل فقر هيرزقك قبل ما يديك الفقر الرضا به، تعرف قبل ما يديك المصيبة هيديك الصبر عليه، ايوه رب، قبل ما يديك البلد هيديك الغضب، هيديك الغضب. لازم لازم لازم، بحيث تبقى حياتك طيب، بحيث لو سئلت هتقول